السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب شرشال اللي راه قيد الإنشاء منذ عهود يعود إلى العصر الروماني على حسب الشوفة. إذن الملعب هذا تاع شرشال راه مازال حابس عنده على الأقل 20 سنة منذ انطلاق الأشغال. اللهم فيه نوع من التحسن في الأشغال الداخلية للمرافق نتاع الملعب، أما فيما يخص الملعب في حد ذاته فالأشغال ما زالت تراوح مكانها، ورغم أنه زاروا عدة مسؤولين وفيها يعني دي ميزون دومور للمقاول بالأشغال هذه لإتمام المشروع، لكن لا حياة لمن تنادي. وللذكر فالملعب هذا يسع ل10,000 متفرج. إذن هذه هي حالة الملعب، ونشوف الصور تتكلم عن نفسها، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.